مراقب صعبة والأسئلة صعبة. قارنا بين الأسئلة هون والنظام كانت كثير صعبة، أصعب يعني من النظام، والظروف يعني ما بتسمحش إنه الدراسة يعني مريحة وقصف وما فيش كهرباء وما فيش يعني ظروف مناسبة. بتمنى إنهم يسهلوا لنا الأسئلة شوي. طبعاً السير العملية الامتحانية على أتم وأفضل وجه، أمنا الطلاب بفضل الله وحمده كافة الظروف المناسبة لجو الامتحان. طبعاً العدد في هالسنة هذه أكثر من السنة الماضية بكثير، الإقبال شديد والحمد لله الطلاب يتمون امتحاناتهم بشكل ممتاز جداً. كون عندي طالبين شهادات وكنا مساكنين بمكان يعني غير آمن، بحثت عن مكان آمن لأطفالي أولادي وتأمين جو دراسي قريب من الواقع، وحاولت بحث عن بيت يعني يكون فيه غرفة خاصة لأطفالي لحتى للأولاد يأمنوا شوي من الجو الدراسي، رغم أنه الدمار والضغط والقصف يعني كان يأثر شوي قدر الإمكان. عم نسعى لتأمين شيء من الهدوء حتى يقدروا يأمنوا شوي من الدراسة. الظروف صعبة وما فيش تركيز بسبب الوضع الراهن في البلاد، قصف وتهجير، صارنا 3 سنين مهجرين من بيتنا، والمراقبة صعبة ودراسة مزبوط ما فيش قصف وتهجير، يعني أوضاع صعبة. عندنا هو الكهرباء بانقطاع دائم، يعني الواحد ما بيقدرش يقرأ بدون كهرباء، وبالنهار ما شاء الله بس طلع الضوء بتلاقي اجى الميق واجى الهليكوبتر وبلش يزت عليك براميل وصواريخ، يعني هذا جو قراية. والله أول شيء الكهرباء الواحد يعني بنهار دوب يلاحق شغلاته وبالليل على أساس الواحد يقرأ ما بيش كهرباء واحد ما بيقراش. ثاني شيء القصف، واحد بيكون قاعد ما بيحس غير جهة قذيفة، منين بده يقرأ؟ ولا بيقدر لا يركز ولا يتابع قرايته. بالنسبة للفحص النظامي، فحص النظامي احنا ما بنقدرش نروح عليه بسبب طلب الجيش، مشاكل مسلحين وما مسلحين من هالسؤال تشابه أسماء. والله هذا احنا قاعدين هون بنجيب هالأسئلة اللي جبتونا إياها، أسئلة صعبة مش دائما، يعني مثل أسئلة الفيزياء كانت صعبة وأسئلة العلوم شوي، الإنجليزي كان بخطأ بالأسئلة كمان، مراقبة ما شاء الله 6 مراقبين على 5 شباب كل شيء بسيط. طيب نوم الطالب ثاني هون شو فينا نصير العملية الامتحانية؟ والله العملية الامتحانية ولا فيها صعب من هيك، قام القيام هون يعني ريت تجي تشوفه، أسئلة صعبة، قراية ما في، براميل، قذائف، شيء بيخوف على 24، فيلم أكشن. صور لي هالمراقبين عند 1 2 3 4 5 6 7 8 8 مراقبين 5 طلاب، شو بدك تكتب تكتب مليح؟ إنه الشعب السوري لسه فيه عقل كمراقب، يعني نحن هون المفروض انه ما نتساهل، احنا تحلفنا يمين انه ما نتساهل مع اي طالب، لانه في المقابل في طلاب دارسه، حرام تنظلم مع الطلاب اللي جاي بس انه مقابل انها تاخذ معلومه من مراقب او من طالب ثاني، فحلفونا يمين مشان انه تكون سير العمليه الامتحانيه نظاميه وناجحه ونقدر انه الطالب ياخذ حقه الامتحاني. كوني مطلوب ما خليش اولادي يقدموا يروحوا على النظام مشان ما يكونش معتقلهم، وقدمناهم هون بالائتلاف وعم نفحصه هنا وامورهم بخير والحمد لله، والله يعطيهم العافيه الاستاذيه هنا مقدمين كل شيء.